التوزيع تقدم.
على السلامة طارق بيه. السلام عليكم. قول لي يا طارق، انت واثق من المعلومات اللي جات لنا اخيرا دي؟ مصادرنا يا فندم بلغتنا ان في تحركات غريبه هناك على غير المعتاد. طب تحرياتك يا طارق؟ تمت التحريات. انا شايف ان دي فرصه مناسبه بالنسبه لنا. اكيد سيادتك فاكر اخر شحنه سلاح دخلت البلد عملت فينا ايه وزمايلنا. والمعلومات اللي عندنا بتقول ان دي اكبر شحنه سلاح هتدخل البلد من سنين. الحقيقة احنا مش ناقصين كفاية قوي الأسلحة اللي مرقت البلد الفترة اللي فاتت، عشان كده أنا عايز كل القطاعات في الوزارة ترفع درجة الاستعداد. رفعت أفندم، أنا عاوز أبقى مع الرجالة لحظة بلحظة. تمام يا فندم. ما تقلقش يا فندم، على جثثنا إن الشحنة دي تدخل مصر. على بركة الله، ربنا معاكم. أنا كده عملت اللي عليا. للمرة الأخيرة بفكرك، العملية دي لو ما تمتش لأي سبب انت لوحدك اللي هتشيل. ما تقلقش، كل حاجة معمول حسابها. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا رجاله. عندنا النهارده مأموريه كبيره، هنستهدف شحنه سلاح متهربه. الناس دي يا رجاله عايزين يهدوا البلد، واحنا مش هنسمح لهم. مش هنسمح لشحنه السلاح دي انها توصل باي ثمن. صح يا رجاله؟ صباح الخير. انا عايز كل واحد فيكم يركز في دوره كويس، وان شاء الله ربنا هيراضينا وهنرجع كلنا بالسلامه منصورين. جاهزين يا رجاله؟ توكلنا على الله. الو
سيف بيه، في بضاعة ما اتفقناش عليها تقريبا جاية غلط، بضاعة من اللي ما بنشتغلش فيها، تحب ارجعها؟ ترجع ايه بس يا سليم؟ استلم البضاعة ولما ترجع نتكلم في كل حاجة. وماله؟ بس يا ريت لما ارجع يبقى في مبرر محكم. سلام. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هفضل اعلمك لغايه امتى؟ سيف بيحاول يحرج العطارين قدام الشركه بره، ويفهمهم ان سليم مش قادر يحمي الشحنه اللي داخله، جايب رجالته ياخدوا الشحنه. عملت ايه؟ كل حاجه زي ما طلبت يا سيف. بلغتهم؟ وجاري التعامل كمان. وفي نفس الوقت البوليس على بعد كام خطوه منهم، ولو وصل هيقبض على كل اللي هناك. تم تحديد الهدف يا فندم. حدد لي الموقع. المعلومات طلعت صح يا فندم. هبعت لك دعم في الطريق يا طارق، ما ينفعش يهربوا. ما تقلقش يا فندم. انا عايز افهم كده العمليه تبقى باظت. احنا بنلعب، اللعب لسه بيبتدي ولسه هاي حلاوه. What's going, Smith? We will pay whatever you want. خلينا نتكلم عربي شوية. أنا مش عاوز فلوس. أنا عاوزك أنت والعربيات كلها. ما كنت بعتنا مع الأفارقة دول يا باشا، بدل ما أنت قلقان كده. الراجل اللي أنا بعته والرجالة معاه بياخدوا فلوس في الحاجات دي، ده غير بقى إنه هيجيب لنا كل السلاح، هيخلصنا من عيلة العطارين. مش هتقول لهم ماما. ده ايه يا سميث؟ انت نسيت انت بتكلم مين؟ سليم العطار. سليم بيه العطار. طارق الدعم في الطريق، اتعامل مع الهدف. ابدا اشتباك كامل. وصلت صحيحة يا فندم، وحصل اشتباك. ايوه نوح، الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني بانك ترجع العطارين يقفوا على رجلهم تاني. ايوه يا فندم، كله تمام، بس في هدف هرب.
هو انتوا بقى مش هتفهموني اللي بيحصل ولا الموضوع هيفضل بينكم بس؟ تقول له عمي ولا اقول له انا؟ لا فهمه انا دي يا يحيى. شوف يا سيدي، احنا طول عمرنا كعطل ما بنشتغلش في السلاح التقيل زي ما انت عارف. سيف العزازي بقى كان عايز يدخل شحنة سلاح تقيل، لا وكمان ايه؟ كان عايز يلها في شحنتنا ويقضي علينا، وبكده يبقى خرج العطارين من السوق الى الابد، ويبقى ضرب كل العصافير بحجر واحد. احنا بقى خدنا كل العصافير من ايده، وخدنا من ايده الحجر كمان. لا افهم بقى ازاي عملت كده. شحنة سلاح كبيرة قوي جاية، وسيف كان عارف ان مفيش حد يقدر يدخل كمية زي دي غير نوح، وعشان كده وسطني ان اكلمه. بس انا ما كنتش مرتاح للي بيحصل، وعندي نوح توقعاتي طلعت صح. السلاح اللي جاي تقيل، مش هي دي المشكلة. كمية السلاح اللي جاية كبيرة جدا، كمية قوي حرب. ومن عند سيف بقى معلم جات لي المعلومة انه ناوي يغدر وياخد الشحنة كمان ويصفينا. انا بقى لما يحيى قال لي على المعلومة اللي وصلته من مكتب سيف، سربت للداخلية ميعاد العملية ومكانها، وقررت اسلم لهم سلاح سيف التقيل، وعرفت ان طارق البنا هو اللي جاي، ودي كانت نص الهدية. المرة الأخيرة بفكرك، العملية دي لو ما تمتش لأي سبب انت لوحدك اللي هتشيل. ما تقلقش، كل حاجة معمول حسابها. يحيى وعمار هيأمنوا الطريق عشان رجالته. هنمشي بسرعة قبل وصول الداخلية. المهم انت أمن لنا المخزن اللي اتفقنا عليه. هلو. وكل اللي كنا متوقعينه حصل، وفي آخر لحظة قدرنا نخلع بشحنتنا قبل الداخلية ما تكبس. هنا بقى يجي دور الهدية. سيف من كام شهر دخل سلاح تقيل وعمل مشاكل كتير قوي، يبقى السلاح ده أحسن يروح في إيدين اللي بيدافعوا بيه عننا، مش اللي بيقتلونا بيه. بطلوا رغي بقى، عايز اروح. انتوا ايه؟ ما جوعتوش؟ طارق بيه نورت. عرفت بالصدفة ان النهاردة عيد ميلادك، مش كنت تقول على الأقل كنا نعمل الواجب ولا نجيب هدية؟ الواجب بتاعك وصل، بس الهدية ناقصة، وانا احب الهدية تبقى كاملة. بقى ده كلام يا باشا، واحد يجيب لك هدية تقول له عايز بقيتها؟ طول ما هي ناقصة هتفضل هدية إلا حتة، وانا جيت بنفسي عشان اخد الحته دي. مش واجب برضو اشوف اذن التفتيش؟ يا راجل احنا كبرنا بقى على الحاجات دي. عموما احنا جايين علشان نشاون المعدات بتاعت المصانع الجديده بتاعتنا، اكيد سعادتك سمعت عنها، الاخبار ماليه الميديا. سمعت عنها فعلا. عارف وانا صغير كان نفسي اطلع مهندس ميكانيكا زي خالي. انا بفهم اصلي قوي في تزييت وتركيب الرمان بلي. أنا بس مش عايز سعادتك تتعب نفسك على الفاضي، وأنا بطبيعتي بحب أساعد، والهدية إذا كانت ناقصة تكمل. إحنا مصلحتنا واحدة. عمري ما كانت مصلحتنا واحدة. ومناسبة إيه؟ أعتبرها صفقة. أنا هساعدك إنك توصل للي أنت عايز توصل له، اللي هو مش أنا. سليم، أنا ما بعملش صفقات مع حد، وأنا ما عنديش مشاكل مع حد،
ومش محتاج منك حاجة، وتقدر تعتبر دي جمالة الهدية. على فكرة سليم، انت ما تفرقش عن اللي انا بدور عليهم. لا افرق، وافرق كتير. انا راجل باجي وامشي خفيف خفيف، وكل حاجة عندي خفيف خفيف. كله هيبان. مصر برضو تضيع وقتك. الله يرحمه الباشا والدك كان زيك كده عنيد. انت عايز يا سليم؟ لو ان سعادتك اللي جاي عليا والمفروض انا اللي اسألك السؤال ده، انما انا هجاوبك. انا مش عاوز منك حاجة، ولا انت عاوز مني انا حاجة، بس الظروف مصرة تجمعنا في النقطة دي، عشان كده ممكن تضطر تعتبرني ابن عمك لغاية ما نخلص من الغريب. احنا مش ولاد عم، ولا عمرنا هنكون ولاد عم. فتشت كويس؟ فتشنا يا باشا، ما لقيناش غير دول، فضل عربيتين دول بس. دي سعادتك طبنجات يحيى وعمار وحربي، وكلها مرخصة، وأنا شخصياً ده المسدس بتاعي وبرضه مرخص يا باشا، أكيد سعادتك عارف. فتش العربية التانية. أمر يا باشا. حلوة الهدية، بس البلالين كانت محتاجة تتنفخ شوية سيادة. معلش، هناخدها عندنا وننفخها مظبوط. كل سنة وسعادتك طيب يا باشا. انت طيب. دي مش غلطتك، دي غلطتي انا. طول ما احنا مش قادرين نمسك عليك حاجة، انت في السليم. بس اكيد هنتقابل قريب. هستناك. وانا مش هتأخر عليك. يلا. رجعت تركب العربيات. طب عربيات. سلام يا باشا. حلوة منك. عشان كده أنا جاي في بالي لما العربيات اتبدلت إن ممكن يكون العربيات الجديدة فيها حاجات كتير، إلا إن يكون فيها بلالين. كده بقى الصورة وضحت. ملعوبة منك يا سليم يا عطار. اتعلمت يا واد من خبرة أبوك. بقول لك يا يحيى، شوف انت الرجاله وحضر لي عربيه بره، ورايا مشوار مهم لازم اعمله. مشوار يا عمي، كل سنه وانت طيب، ده بكره العيد. وانت طيب يا يحيى، بس ده مشوار شغل لابد منه. طب تحب اجي معاك؟ لا 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 لا، خليك انت عايد واتبسط، بس خلي تليفونك مفتوح. كل سنه وانت طيب يا عمار. انت طيب يا ابويا. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله. طيب يا ريس. يلا يا حربي. يعني ايه يا ابني مش راجع؟ ده ولا عيد ليك مع مراتك. نفسي اروح الدار يا يحيى، اخواتي وحشوني. الله براحتكم بقى، انت وابوك هتشلوني. لسه تعبان؟ شويه، ساعات كده من الوقت للتاني الجرح بس بشد عليا. هو انت وحازم لسه ما بتتكلموش؟ مش هنتكلم يا ابن عمي. اللي حصل ما يتنسيش لو بعد سنين. يلا كل سنه وانت طيب. وانت طيب.
كان يا ما كان، كان في زمان زمان ملك طيب وعادل. في يوم من الأيام زهق من كرسي العرش وقرر أنه يقضي الباقي من عمره وسط ولاده وأحفاده، وجاب أخوه الأمير وقال له هتبقى أنت الملك. بس للأسف كان في ملوك تانيين أشرار، في اليوم اللي قرر أنه يخلي أخوه هو اللي يحكم ما سابوهوش وحاولوا يقتلوه، بس أخوه فداه ومات بداله. من يومها كل حاجة اتغيرت في المملكة، حتى الملك نفسه اتغير. وبعدين جاب ابنه الكبير عشان يخليه هو الملك، بس برضه ملحقش عشان مات هو كمان، قتلوا الأشرار. وإن ساعتها مرات الملك عمالة كل يوم تخسر واحد من ولادها، بس ما يأستش حاولت تلم اللي باقي منهم حواليها وتحافظ عليهم وتحاول تحميهم وتبعدهم عن الشر. كنت عارفة انك مش هتسيبنا لوحدنا وهترجع لنا تاني. خلافاتنا حاجة وعداواتنا مع الناس حاجة تانية خالص يا جان هانم، ومن الواضح انهم هيفضلوا ورانا لحد ما نتجمع ونبقى كلنا مع بعض. صح، هم عارفين ان احنا لما نتفرق يبقى اسهل ليهم يقضوا علينا، عشان كده رجوعك ده هيخلي اللي باقي من العيلة يقفوا تاني مع بعض. انا دلوقتي بس نفسي الاقي امي عشان ما اخسرش حضنها زي ما خسرت حضن ابويا، وان شاء الله بعد ما اخلص اللي احنا فيه هرجع ادور على عيلتي من تاني. احنا عيلتك يا حسن. الو. ايه يا جيهان؟ اسمعيني منير. خير يا سراج؟ نعم. انت لازم تتركي القصر هلا، في ناس بدهم ينهوا حياة عيلة العطارين كلها. ايه؟ انا مش فاهمة ايه اللي انت بتقوله ده، عايز ايه؟ وخدي معك اغراضك المهمة، انا طبعا رح حاول اني احميكي. سراج. الو. الو. خير يا مريم؟ في ايه؟ فارس. طيب اطلع على فوق انا اتصرف. يلا 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 اطلع اطلع. طب اقفل يا نادي انا هتصرف. بغض النظر عن السبب اللي خلاها تكلمك عشان ده مش وقته، بس شفت كل اللي قلته لك بيحصل، لازم تتحرك يا يحيى قبل ما كل حاجة تضيع منك. مش غريب علشان انها تعمل كده، طول عمرها بتكرهنا انا وامي. انا اللي مستغرب حسن ازاي وافق. انت فاكر ان هو اللي هيسوق؟ جيهان اختارت اضعف واحد فيكوا عشان تركب هي الكرسي وبكره تملى دماغه وتخليه يطردك زي ما طردت مامتك. دي فرصتك الوحيدة زي ما نادي قالت لك، ومفيش حد أحق منك إنه يبقى كبير العطارين. أنت الكبير يا يحيى. لا تبقى ابني ولا أعرفك لو الكرسي ده ضاع منك يا يحيى. عمرهم ما كانوا أهلنا ولا هيخلونا في يوم من الأيام نبقى منهم. هيفضلوا شايفيننا خدامينهم يا يحيى. الكرسي ده مفيش حد أحق بيه منك يا ابن بطني.
الله يرحم الجميع. الأمانة وصلت يا باشا. هايل يا فتحي. مستني منك رسالة بالميعاد اللي اتفقنا عليه. نوح؟ ده اسمه؟ هما رقمه؟ مع إن الوش الخشب ده مش لايق عليك خالص. بس ما عنديش مشكلة أشوف نوح ده يطلع إيه. يطلع حاجة كبيرة أوي. وماشة تانية من الرجالة كبار. واحد من الناس اللي هتقابلهم مرة واحدة في حياتك. والمرة دي يا تكسب رضاه يا تخسر نفسك. أنا هكسب من ورا نوح ده إيه؟ يا بني آدم افهم. نوح ده يبقى البوابة لكل الشغل التحتاني في البلد. من الآخر كده معرفة نوح لوحدها تنططك سلالم كتير قوي في سلمة واحدة. بس المهمة تبقى تحت طوبة. هو ايه اللي بيحصل يا ماما؟ عايزين يخلصوا مننا. هما مين دول؟ كل الناس. القريب قبل الغريب. عشان كده ما قررت ان احنا نسافر لغايه الدنيا ما تهدى. قول لاخواتك يحضروا باسبوراتهم. احنا مش هنهرب. لا هنهرب عشان ما عنديش اي استعداد اني اخسر حد فيكم تاني. انا هخلي المحامي يحجز لنا التذاكر. يلا بسرعه اتحرك. الكلمتين اللي هقولهم لك دول مش تحت العرض والطلب، يعني هتسمعهم وتمشي. الكباريه بتاعك بالنسبة لي عبارة عن ميتنج روم كبير بيحصل فيه اتفاقات كتير. من الآخر أنا عايز نتيجة الاتفاقات دي كلها تبقى عندي، واللي ليك عندي حماية المكان وبس. كلك واجب يا نوح، بس ما تاخذنيش. يعني هو ايه اللي خلاك تسيب فتحي؟ هو مش كان الراجل بتاعك يعني؟ انا ماليش رجاله يا ابني. وبعدين زي ما قلت لك الكلام اللي هقوله لك ده مش تحت العرض والطلب، يعني هتسمعه وهتمشي، ولك مطلق الحريه انك تعمل اللي انت عايزه. بس انا كمان هيكون لي مطلق الحريه ان اعمل اللي انا عايزه. وانا تحت امرك يا باشا، بس والنبي ما تزعل. ايوه رضوان جاهز. رضوان طول عمره جاهز. النهارده الليله الكبيره. شفت يا ابو الولاد؟ حسن اللي اتحرم طول عمره من القصر وانت عايش بيجي فيه دلوقتي وانت مش موجود. عاوزينه يبقى كبير. مش عارف ازعل منك ولا ازعل على نفسي. مش عارف اذا كان صح اصلا وجودي هنا ولا غلط. يابا ولادك كلهم في خطر، عاوزين نحميهم. أحميهم، ومش عشانك ولا عشان أبقى كبير، عشان هما مالهمش ذنب. مفيش حد فينا أصلا ليه ذنب.
استغرب ليه يا حسن؟ ده انا اللي المفروض استغرب انك هنا. انا جاي الحلاله اللي بتوع يحيى. غريبه. لا لا كمان جيت عشان الحق العيله اللي بتوعها. خلاص نلحقها سوا. بس الكرسي ده ابو علي ما بيشيلش غير واحد بس. هتقتل اخوك يحيى؟ ما هي الحكايه كده يا ابو علي. اللي اتظلم في حياته بيتظلم في مماته برضه. وانا وانت اتظلمنا كتير. بس انا ما عنديش استعداد اموت النهارده. وليه حد يموت؟ عشان حد يعيش. اللي بيتظلم ما بيظلمش. بلاش تظلم نفسك وتظلمنا كلنا معاك. ما تشيلنيش انا حمل السنين اللي فاتت. واشيله انا ليه؟ واشيله انا كمان ليه؟ عشان في حد لازم يشيل يا ابو علي. انا مش جاي اعمل زي ما عبد الله عمل. وانا اخد حقي بالدم. بس في نفس الوقت مش هسيبه عشان ما يضيعش مننا كلنا.